إذن متابعين مشاهدين الأوفياء الجريدة 24 مازلنا معكم وعدنا لكم مباشر آخر باش أننا نقول لكم وقائع ديال الحريق اللي شعل ولا اللي نشب فوق ماكرو للملابس المستعملة. كاين أكثر من 150 محل تجاري. يا ربي السلامة حتى العناصر ديال الأمن الوطني والقوات المساعدة حاضرة هنا بكثافة باش أنها يعني هذا الحضور الغفير تاع المواطنين اللي هبوا من المناطق هنا القريبة لحي البطوار ملي سمعوا بهذه الفاجعة ديال هذا الحريق اللي هب على الماكرو ديال المدينة ديال السطاط اللي كيتباع فيه الملابس المستعملة. فكيقولوا على أنه يمكن يكونوا قنينات ديال الغاز في هذه المحلات التجارية. السلطات المحلية كتحاول أنها ترجع الناس ما أمكن للوراء. لا قدر الله حدوث شي انفجار آخر شي قنينة شي غاز ولا شي حاجة يعني مازال العناصر ديال الوقايه المدنيه مازال هنا العناصر ديال الوقايه المدنيه مازال عرفنا خويا بلان انترفونسيون ما جاوش كنذكروا ان عناصر ديال الوقايه المدنيه مكتفه الجهود ديالها من اجل اخماد الحريق. كنشكروا العناصر ديال الوقايه المدنيه اللي كاينه وحاضره هنا بقوه من اجل اخماد هذا الحريق. العناصر ديال الوقايه المدنيه راه حاضره بقوه هنا من اجل اخماد هذا الحريق. إذن مشاهدينا متابعينا الأوفياء لجريدة 24 مازلنا معكم في هذا البث المباشر. فعناصر ديال الوقاية المدنية مكتفة المجهودات ديالها وكاين استنفار أمني هنا لا في صفوف العناصر ديال الأمن الوطني ولا في صفوف عناصر ديال القوات المساعدة العناصر ديال السلطات المحلية. كاين كذلك حضور قوي العناصر ديال الوقاية المدنية مشكورة على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها. فعلا الوقاية المدنية مشكورة على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها حيت لو أنها ما حضرتش في الوقت المناسب ودخلت في حد الوقت اللي هو وجيز وقياسي كانت غادي يمكن أنه تكون كارثة في المدينة ديال السطاط ويمكن أنه الماكرو كامل كان غادي يمشي. ديال العناصر ديال الوقايه المدنيه العناصر ديال الامن الوطني مختلف التوينات ديالهم حاضره هنا باش انها تمكن من الاخماد ديال هذا الحريق. هذا الحريق المهول اللي شب في الماكرو السوق ديال الملابس المستعمله. كما كتشوفوا مازال المجهودات بلاتي ضرب فيا الماء مازال المجهودات متواصلة لعناصر الوقاية المدنية.
ديال المشاهدين غنعتذروا منكم، غنحاولوا اننا نمسحوا الكاميرا حيت ضرب الماء. إذن عدنا لكم مشاهدينا متابعينا الأوفياء لجريدة منبر 24، مازلنا معكم في هذا البث المباشر مباشرة مرة أخرى من مدينة سطات، بالضبط من سوق ماكرو للمتلاشيات. ضرب في الماسة. إذن مازلنا معكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء لجريدة منبر 24 في هذا البث المباشر. إذن مازال العناصر ديال الوقاية المدنية مرابطة بعين المكان من أجل إخماد هذا الحريق المهول اللي شب في سوق ماكرو للمتلاشيات وللملابس المستعملة. يلا رجعوا لنا، رجعوا لنا، يلا إذن كنجدوا الترحيب ديالنا بجميع المشاهدين المتابعين الأوفياء اللي التحقوا بنا عبر المباشر، عبر مجلة، عبر منبر 24. خلي راه من تما بلا غتطفى. إذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء مازلنا معكم في هذا المباشر. مباشر كننقل لكم من خلاله وقائع ديال هذه الفاجعة اللي يعني السوق ديال ماكرو اللي مكون بزاف ديال المحلات التجارية نشبت فيه واحد الحريق، ويعني وتم انتشار ديال الحريق عبر المحلات التجارية الأخرى اللي في الجوار ديالو. شوف انا كنت كنقول لك شنو هذا الكلام، شوف شنو هذا الكلام.